بقول على الفقر. سؤال السوشيال ميديا. هو النهارده هيبقى مش سؤال بصراحه، هو هيبقى يعني رايكم، احنا عايزين رايكم او من هو افضل لاعب او اللاعب المفضل لديك من الفريق بتاع النادي الاهلي. ده عايزين كده زي رساله ضمنيه توجهوها، احنا هنقرا كل الرسائل اللي انتوا هتبعتوها، وهن ان شاء الله كمان اللاعب نفسه يعني كل لاعب حضراتكم هتختاروه ان شاء الله هيسمع التعليق او الرساله اللي انتوا عايزين توجهوها ليه. فمين افضل لاعب، ايه الرساله اللي انتوا عايزين توجهوها له، بتتوقعوا منه ايه الفتره اللي جايه، كل ده ابعتوه لنا. وفقره السوشيال ميديا اللي هتكون معانا النهارده في اخر الحلقه ان شاء الله هنقرا كل التعليقات دي.